اهلا بكم مره تانية. دور رعايه الايتام في مصر موجوده في اي مكان بالظبط؟ في اي مكان على ساحه الخطر، خطر جدا، خطر تماما، ولا بره السيطره؟ كل شويه وكل شهر بنسمع قضيه، اما قضيه تعذيب او تحرش او اهمال موجوده في دار لرعايه الايتام. لكن القصه اللي معانا دلوقتي اللي هنبدا بيها علشان نروح للدكتور عز عبدون المسؤول عن دور رعايه الايتام في مصر في وزاره التضامن، قصه غريبه شويه. دار اسمها احباب الله، كانت مسؤوله عنها ست، هذه السيده لها ميول اخوانيه، حصل فض رابعه، قالت لك يلا نفسي، سابت كل الايتام اللي موجودين وهربت على تركيا. لا في موارد بقى للدخل، ولا في حد بينظم اللي بيحصل جوه، وتفاصيل ملعبكه من شباب وايتام مش لاقيين ياكلوا. معانا اتنين من نزلاء الدار هيحكوا لنا هذه القصه كنموذج مصغر لقطاع من دور الايتام بيعاني من قله التمويل ومن قله الاداره والمشرفين غير مسؤولين. هيكون مشرفني ومنورني عيد عيد وهو نزيل بدار ايتام احباب الله. والاستاذ اشرف مجدي نزيل برضه بدار ايتام احباب الله، اهلا وسهلا بيك. وهبدا بقى مع سعيد في الاول علشان واضح ان سعيد هو البيجوس بتاع الموضوع. هو اللي قال لي هو الصراحه ان الاول كانت ماما كاميليا معيشه هنا يعني عيشه كريمه فوق مما اي حد. خليني بس اقول لك سؤال، انت بقالك قد ايه في الدار دي؟ انا بقالي انا من فتحت عيني لقيت نفسي في الدار. تمام جدا. فانا طلعت يعني 20 سنه موجود في الدار. يعني دلوقتي عندي 20 سنه صحيح. المقاميليا عشان عيشه كريمه الصراحه، يعني انا ما انكرش، واي ما فيش اي حد في المعادي ينكر كده. 16 سنه قالت لنا اعتمدوا على نفسيكم في حيث ان احنا اجرنا شقق وتشتغلوا على ان احنا وهي هتساهم واحنا نساهم على ان احنا نتجوز. يعني لما عندك 16 سنه قالت لك يلا كل واحد يعتمد على نفسه. في الشقق على اساس ان مقاميليا هتساعد، هتساهم معانا وانا هساهم. مقاميليا قالت لنا ان ما ينفعش انا اساعدكم اديكم شقه كلكم هتنتكسوا، ممكن بقى حد يبيع شقه، حد يعمل كذا، فلازم يبقى في مجهود منا. فاضطرنا 16 سنه، ضلت الايام، مرسي مسك، مقاميليا مشيت، الدنيا اتقلبت، والقدور يعني ما يعلم بها الا ربنا. دلوقتي انا بشتكي، انا كسعيد عندي 20 سنه، عندي طموحاتي، عايز اخلص جيش واتجوز وربنا يكرمني. بس ما فيش. انا دلوقتي انا سعيد، انا كسعيد دلوقتي، انا بتكلم مش بتكلم كسعيد، انا بتكلم كاحباب الله كلها كبنين بالذات. الدار دي فيها كام واحد مثلا؟ يعني تتعدل 300 نفر. 300 نفر. ال 300 دول عاوزك تحكي لي بقى وضعهم من بعد ما كاميليا مشيت. في ناس كتير اتشردت للاسف الشديد. بمعنى؟ مخدرات، يعني تسول بمعنى اصح. في ناس بتتسول وبرضه يعني، وخلينا برضه في العكس الثاني، احنا يعني حتى لو فينا لو ده ملوش ذنب ان هو يبقى منتكس، اما الناس الكويسه برضو مش ما عندهم حقهم. يعني انا كسعيد كشغال مثلا في محل ملابس باخد 800 جنيه راضي، بقى لي 4 سنين باخد فيها، بس لحد امتى؟ انا سمعت انه بعض الناس اللي منكم اللي اشتغلوا عندهم 16 سنه بعد ما مدام كاميليا مشيت بداوا هم اللي يصرفوا على الناس اللي موجوده في الدار. ده حصل، لا ضر لمايو في مايو. استاذي هو الكلام ده فعلا حصل، بس مش دلوقتي. دلوقتي في مجلس جديد وفي جديده والاداره شغاله وفي بتحاول تفك من الحظ والدنيا شغاله، مفيش حد دلوقتي والدنيا ماشيه. هو دلوقتي مشكلة دلوقتي مشكله الحظ دلوقتي، ده او لجنه تحفظ هي اللي قافله علينا. لما انت خلاص هي المفروض المجلس مشي، الاستاذ كاميليا مشي، في مجلس جديد المفروض الاداره الدعامه او الوزاره هي اللي بتدعم. اللي معايا كنت عز قاعده بتسمعها وهندخل دلوقتي نجاوب عليها. فهو دلوقتي المفروض ايه؟ انا سايبه احنا اطفال من الناس الضاد دي كلها مالهاش ذنب باللي بيحصل. لما تحافظ على مواردك، تحافظ على حاجتك، تحافظ على الموارد بتاعتي، يبقى انا هصرف منين؟ لما انت تفك لي حتى لو بتفك لي جزء جزء، ده برضو مش وسيله. المفروض تدي الحريه. الاطفال اللي موجودين في الدار دلوقتي، انتوا كبار، الاطفال اللي موجودين في الدار دلوقتي واللي بعضكم بيساهم في الصرف عليهم وحمايتهم، عايشين ازاي؟ لا بص دلوقتي هو عايشين احنا خلاص دلوقتي كويس. كويس دلوقتي، هو دلوقتي في لجنه اداره جديده، هو مجلس اداره جديد شغال. ما بننكرش يعني دلوقتي يمكن اللجنه الموجوده لما تقول لك اللي انا بتعاطف معاك وبصرف لك فلوس، لا ده ما بتتعاطفش معايا، ده حق عندك المفروض حضرتك تديهولي، انا ماليش ذنب في ده كله. ده مأثر عليكم في ايه؟ ايه اللي ناقصكم بقى دلوقتي في الدار؟ لحد انت انا لحد انت عايش بتبرعات، انا عايز انا عايز عايز اخلص نفسي، عايز اتجوز، عايز يبقى لها حياه كريمه. مش انا غير كتير، لحد امتى ابقى قاعد في الدار؟ بالنسبه للصغيرين اللي موجودين في الدار، ما هو الصغيرين برضو كام سنه؟ 16 سنه 17 سنه. انا مصير واحد هي، وانا اللي شغال هناك مع صغير. انا بقول لك هو الموضوع ده احنا بنتكلم ككل، ما بنتكلمش كمعايا. هو المجلس شغال وشغال كويس، ودلوقتي الدنيا متوفره. انا بتكلم على مش ما لجنه الحظ والحظ الموجود لازم يتفك علينا، اسكان في العربيات، اسكان في اي حاجه، المفروض ده كله يتفك علينا.
بس فين بقى اللجنه وفين الوزاره؟ لسه بسال استاذه بتقول ما حدش بيقول لي. هي الاستاذه شغاله ما اعرفش بتروح ليه، بس الاستاذه بتقول ما حدش جه قال لي دعمني بفلوس دعمني بتاع، ما فيش. يعني انت كل مشكلتك دلوقتي انه خرجت خلاص من الازمه بتاعت بعد الهروب اللي كان فيها ناس مش المجلس الموجود وناس مش عندها مشاكل، وبعد كده بقى مجلس موجود بيدير الامر بشكل كويس بس ولكن ينقصه التمويل المادي. التمويل المادي واللجنه اللي هي اموال الدار نفسها اللي تم التعويض عليها. ايوه وموجوده اللي فيه فلوس في الجمعيه. ما بنقولش ما فيش. انا عاوزك بس تحكي للناس شويه عشان نعرف ايه اللي حصل الفتره اللي عشتوا فيها من غير مشرفين. لا دي بصراحة يعني لما الدنيا كانت عندنا ما فيش ولا بيصرفوا جنيه ولا في أي حاجة، كان في ناس مشيت اسكان مشرفين موظفين. احكي لي عن الفترة دي ايه اللي حصل فيها؟ ما هو اللي حضرتك هو ان الموظفين مشوا والناس مشيت، فكل واحد بقى دلوقتي انا عايش مع نفسي من غير مدير من غير مشرف من غير اشراف عليا. فطبعا الحياة كانت سايبة في الاكل في الشرب، ما كانش فيه يعني انا يعني كنت تاكلوا ايه؟ لا انا ما كنتش موجود معاهم. اكل شارع مش اكل بيتي. انا بتكلم على الولاد الصغيرين الموجودين. ما انا بقول لحضرتك لو في مساعده ناس فعل خير وناس بالذات اعلاميه اعرفها كويس لكانت ما الدنيا عندي كانت لغايه دلوقتي. انا بقول لحضرتك لغايه دلوقتي معتمدين على التبرعات في الاكل والشرب. كله تبرعات. والدنيا دلوقتي الناس ما بقتش زي الدنيا غاليه والدنيا مش عارف الناس اعتذرت كتير وناس لسه موجوده وعلى قد امكانياتها. بس هو ده اللي بنقول عليه على لجنه الحظ والنجدة. ولجنه الحظ كمان اقتحمت الشقق اكتر من 16 شقه او 17 شقه بدون علم لينا وفتشوا الشقق على سنين. احنا بيدعوا ان في بعض الناس بتدعي ان احنا تابعين للاخوان وعلى سنين احنا معانا اسلحه، وفعلا اكتشفوا كده ما لقوش اي حاجه. يعني انا دلوقتي خلاص انت اكتشفت وفعلا وفي قاب وفي شؤون اجتماعيه ومشيت اي اداره على سنين ايه تابع الحاجة كاميليا. طيب. او ماما كاميليا. فما فيش سعيد عاوز اسالك يعني ايه البني ادم يتربى ويعيش في دار ايتام عمره كله؟ ما انا عايز حل، عايز حد يساعدني عشان اطلع من الوهم ده. دار الايتام دي حاجه نفسيه والله العظيم ما في حد بياخد حقه فيها. بص يا استاذ احنا معنى ايه ما ياخدش حقه فيه؟ اهانه من الداخل ومن الخارج. ايه بقى موضوع الاهانه دلوقتي؟ انا مثلا انا كسعيد او انا كاحباب الله جوه، لو انا مثلا اسات لحد او ظلمت نفسي او ظلمت غيري بتعاقب، وبره كذلك. ليه بقى؟ انا متربي في عالم واللي بره ده عالم تاني، فلما اطلع اكتشف ببقى انا مريض نفساني. حضرتك واخد بالك ازاي؟ يعني انا مثلا ما اخطا مثلا يا ابني كذا انت في دار ايتام ومش متربي مش عارف ايه، طب دار ايتام خد بايدي. يعني ساعدني ان انا ابقى حاجه مش تضغط عليا. يعني حتى الناس اللي بره مش قادره تستوعب القضيه بتاعتك. مجتمع معاق. حتى الدوله ذات نفسها لما تيجي تتوظف الظلم ما بتساعدش. مفيش. الاولويه الناس ثانيه تيجي تقدم على اي حاجه ليك، انت عايز تجتهد عايز تبقى بني ادم زيك اي غيرك. مفيش الكلام ده. ان دلوقتي انت تبع جمعيه طب يلا احباب الله مش عارف ايه ده انت مش احباب الله برضه هو كنموذج كان بيعاقبك على الدار اللي انت تربيته على اسم الدار على اسم الدار حسب ما الدار بقى كانت صح او غلط. يعني مثلا دلوقتي في بعض الناس مكتشف او علم عندها علم. يعني انت مش وجعك اللي كان بيحصل في الدار لو انت شايفه اهانات صغيره جوه؟ لا لا مش اللي وجعك اللي بره الخارج نظره الناس ليك ان انت متربي. يعني مثلا ممكن اقف في كمين مثلا انت يا ابني منين؟ من احباب الله عشان ما اسمعش بطاقه او مثلا اسمه ثلاثي، فما فيش اسم رابع ان هو يساعدني ان انا امشي. يعني انا مثلا يجي مثلا تقفش بطاقه سعيد عيد عامر مثلا تمام جدا. بعض الناس بتمشيني من دار ايتام يعني تعاطفا او ايه يعني ايه رفقا بيه. حابب نقول لكن بعض الناس كل الناس في كويس وفي الوحش. احنا بنقول بعض الناس. لا مش لكن كل بعض الناس في ناس مثلاً كويسه جدا وناس فعلا للاسف ما تقبلش بيك. انت دبلوماسي جدا يا اشرف. لا والله انا معجب جدا الحقيقه بيك. لا ربنا يكرمك. طب قولوا لي بقى دلوقتي احنا طول الوقت الناس بتقعد تسمع انه دور الايتام بيحصل فيها اهانات وبيحصل فيها تعذيب. بص حضرتك كل مرحله بتعدي فيها لازم أن يحصل لك الحلو والوحش. ايوه هو حصل وحش بس احنا برضو انت كبرت ما كنا ننسى الوحش ونتكلم في بكره. لا انا عاوز نتكلم في الوحش علشان دلوقتي عندنا دكتوره تحل. انا مش بتكلم عنك لا احنا خلاص بتكلم عن اشرف. انا بتكلم دلوقتي عن اشرف كممثل لحد تاني ربما يكون اشرف عنده 3 سنين موجود في دار تانية خالص. لا ازاي نقدر نحميه؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على انت بتتكلم كعموما ما تتكلمش كاحباب. بتكلم عموما ده خلاص احنا خلصنا. انا لو عموما الشؤون لما تيجي تفتش في اي دار ايتام ما تديش علم لمجلس الاداره نهائي. ان لما يجي مثلا الشؤون بتدي العلم لمجلس الاداره بالمعنى ان انا هاجي مثلا مفاجئ. يعني تفتيش مفاجئ. وانتوا صغيرين واحنا صغيرين كان في اتفاقيات يحصل نظف الدنيا حلو اوزع بونبوني يلا هساعدها حلو يصح ده حنبوح وكده وكلام حلو بتاع ايه الدنيا مش شايف حلوين والله مش شايفين جميل يلا حبيبي يا بيبي بوي بتاعه ويمشي كده. وانت صغير كنت بتشوف ده بعينك؟ بشوف ده بعيني. انا كنت بقعد على التراويت وبيدوني من ورا ما الناس تمشي. لو قلت كلمه وحشه لو لمحوا كلمه وحشه انت نظرتك بس كده عامله ازاي؟ يعني لو انت لو عندك لجنه بتشرف وقلت كلمه وحشه
يقعد هتعاقب بقى بعد ما هو يمشي. لكن لكن لما تشوم بتدي علم ان انا هفتش وتضوي الدار وكنوسه ومساحه ووزعه على الهواء. ده الفرق في الرقابه. في الرقابه انا كدوله في الرقابه لما اقعد على مكتبي ماشي وعارف ان الدنيا ايه واروح في الواقع حاجه. يعني انت في الواقع حاجه ولما اجي في الاساسات تفتيش انا ليا كدوله ليا نظام اسيات. بس في حد بلغ خلاص ليا لوائح فجأة. لا انا بقول لك على التفتيش ليا لوائح واللوائح دي بتتطابق مع ادارات وتتطابقش مع ادارات. عشان انت كنت نزيل في الدار لحد سنه كام وبعدين بدات تبقى موظف فيها؟ انا لسه موظف من ساعتها وانا يعني مولود في الجامعه في الدار. والموضوع كان بالنسبه لي مش يعني مش شغل. انا كنت مع اخواتي الاول اللي هم الصغيرين اللي هو كان وبعدين بقيت موظف في الدار. بعد كده بقيت موظف. انت اتعلمت لحد سنه كام؟ انا لسه بتعلم. في سنه كام دلوقتي؟ انا دلوقتي اولى معهد. اولى معهد ايه؟ السن. وسعيد ثانيه ثانوي معماري. ثانيه ثانوي معماري. واتنقلت من انك نزيل في دار ايتام الى موظف. مش نقلت هم اللي وظفوني. هم اللي وظفوني. وانا رايي ان هم اختاروا اختيار صح الحقيقه. ربنا يكرمك. انت موظف مثالي. ربنا يكرمك. عشان كده قلت لي ابدا بسعيد عشان عارف ان سعيد هيرمي الدبش كله وانت هتلم وراه. انا عارف انت. طيب انا ليه بنسال على السلبيات اللي كانت موجوده وفكره التفتيش المفاجئ؟ لانه اللي احنا نقوله النهارده والدكتور عزه بتسمعه دلوقتي هيحمي الناس اللي موجوده في الدور الثانيه لان انتوا بتسمعوا اللي بيحصل في الدور الثانيه. وليه كمان كل واحد ليه اصدقاء في ايوه الاصدقاء دول بيقولوا لكم ايه؟ لا انا 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 كعلم في دار ايتام تانية اللي كان في دار هنا في اكتوبر كان صاحبها مش عايز ذكر رجل اعمال كبير. والراجل الاعمال ده بعد لما الثوره مشيت طلع الاولاد بره وما بيعرفش اجر لهم شقق نفس النظام عندنا وسابهم مع رجل اعمال كبير وبقى في ناس بتتاجر في مخدرات وبتاع وعرفنا قصته في حلو وفي الوحش في وادي دجله برضه. يعني ما فيش رقابه عليهم بيقتلوا بعض وسلاح ومخدرات برضه. ده اللي بتسمعوه من زمايلكوا في دور ايتام تانية؟ لا ده اللي بشوفه بعيني. ده الواقع. لما بشوف الكلام ده بعيني ممكن ده ذات نفسه بيسيء لي انا كان من دار ايتام تانية. مثلا واحد مثلا معدي دار ايتام الحق دار ايتام كلهم كذا 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 فاصبح الاساءه بالجرء. انتوا علاقتكم ببعض بدور ايتام عارفين الناس كلها بعض؟ احنا مش كل يعني مش كل معانا كلهم لحد ما حوالينا. يعني من كام دار انت تعرفها؟ انا حضرتك وقعت كنت انا مسافر في المطار ورايح لاحد الدول. فطبعا الضابط طبعا بطاقتي منين مش عارف من كذا وكنت لسه صغير بقى مش صغير يعني من فتره ما اعرفش الا الدار ما اعرفش حد مره. كان عندك كام سنه؟ يعني كان بالظبط 15 سنه 16 سنه. فطبعا انت جاي منين؟ جاي من دار ودار ايه دي يا حبيبي كذا كذا. قام الراجل بقى هو ده يتيم ومش عارف ايه في اللي طب حبيبي مش عارف وفي بقى يا ابن كذا وانت ابن كذا وانت ابن كذا. انا اول مره بقى وفعلا يعني الموضوع شدني وابكني يعني زي ما في الحلو في الوعي وفي اللي بيتاثر بك هو يتيم وفي اللي بيطلع كويس في بس هو حسب بقى ايه الدوله هي الرقابه والتنظيم. طيب انا بشكركم جدا بشكر جدا الاستاذ سعيد عيد نزيل دار ايتام احباب الله وبشكر جدا الاستاذ اشرف مجدي نزيل بدار ايتام الله او موظف دلوقتي وهو موظف مثالي من وجهه نظري انا قادر يلم كل التفاصيل. ودي الشكوى او النموذج بتاع دار احباب الله لو لخصنا اللي فات ده في ثلاث نقط كده. الشكوى الاولى انه ناس كان عندهم دار ماشيه بانتظام وفجاه دخلت لجنه الحظر ما بتفكش ايديها شويه على الناس عشان يعرفوا يعيشوا وبالتالي احنا بنناشد رئيس الوزراء وهنروح دلوقتي الدكتور عزه ونناشد وزاره التضامن ان نشوف نعمل ايه مع لجان الحظر. احنا عندنا خصومه مع الاخوان شديده متفقين لكن ازاي هذه الخصومه ما تاثرش على الناس اللي عايشه بالشكل ده. نمره اتنين شهادات الشباب دول وغيرهم على اللي بيحصل في دور الايتام الثانيه ذبح وقتل وتحرش وتعذيب ومخدرات واضحه وبقول لك شاهد عيان. نمره ثلاثه وده الاهم واللي يخص حضراتكم انتوا مرض هذا المجتمع. انت ازاي بتعاقبه علشان هو نزيل في دار ايتام؟ ازاي بتعاقبه علشان حاجه مش من حقه؟ هننتقل بكل هذه النقاط الى الدكتوره عزه عبدون مدير الاداره العامه للاسره والطفوله في وزاره التضامن ونعرف ايه هو الوضع بتاع دور رعايه الايتام في مصر الى اي مدى نعيش في خطر ويعيشونهم في ظل اهانه وعدم اهتمام ولكن بعد الفاصل.